السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هتكلم طبعا مع حضراتكم النهاردة عن موضوع التسجيل، والحقيقة إن إحنا هنتطرق لأكتر من جزئية في موضوع التسجيل ده لبرنامجين. هو بالنسبة لنا دايما يا بسجل يا بدأ يا بدأ. طبعا دي كانت مقدمة عن بيم أريبيا، إنها مركز أبحاث ونشر متخصص في البيلدينج انفورميشن موديلينج، تقنية البيم، وبيشارك فيها عدد من المتطوعين في الوطن العربي بإصرار المحتوى العربي. الفاوندر بتاعنا هو الباشمهندس عمر سليم، خبرة أكثر من 12 سنة في مجال البيم، وده عدد من السفراء والمنسقين لأكاديمية بيم أريبيا. وطبعا دي الرسالة الخاصة ببيم أريبيا ودي رؤيتها، وده عدد من المؤسسات والأرقام اللي بتعبر عن الأكاديمية، سواء كانت مؤسسات تعاملت مع الأكاديمية أو بعض الأرقام الخاصة بالصفحات على السوشيال ميديا الخاصة بالأكاديمية. بالنسبة لأول برنامج بسجل بيه هو برنامج الزوم. برنامج الزوم اللي احنا بنحضر عليه المحاضرات بيوفر للمحاضر أو لأي حد ليه حساب على برنامج الزوم، الحساب طبعا الحساب اللي هو المجاني العادي، إن هو يقدر إن هو يسجل الفترة اللي هو بيشرح فيها أو بيعمل فيها. طبعا أنت لو نزلت برنامج الزوم نفسه على الجهاز عندك هيبقى بالمنظر ده. طبعا هنا ساين ان ده الخاص بالتسجيل بتاعك، فاحنا دايما غالبا كل الحسابات اللي بنستعملها بنستعمل فيها مثلا جيميل او فيسبوك او اي حاجه. اول ما هتضغط على مثلا ساين ان ويز جوجل هيبعتك للمتصفح بتاعك، هتعمل تسجيل دخول، هتحط الايميل بتاعك وبعدين كلمه السر، بعدين فجاه هيظهر لك اللي هي العلامه بتاعت ايه اللي هي لانش ان كمبيوتر، يعني اطلق او لانش اللي هي معناها اللي هي افتح التطبيق في الجهاز. هتلاقي الشاشة دي هتختفي ويظهر لك الشاشة بالشكل ده، هتلاقي حضرتك بقى حسابك بتاع الجيميل بتاعك اتفتح، وظهر لك عدد من الايه من الازرار اللي انت تتعامل بيها. نيو ميتنج ده لو انت عايز تفتح ميتنج دلوقتي بيتفتح معاك نيو ميتنج، لو انت عايز تعمل جوين لميتنج يعني عايز تخش في قاعة معينة جوين ميتنج، في سكادول، سكادول ان انا عايز احط ميعاد ميتنج معين في توقيت معين. طبعا لان الحساب ده بيبقى حساب مجاني فانت بيبقى في ليميت في التايم، يعني انت حضرتك بيبقى متاح لك 40 دقيقة بالظبط، بعد كده البرنامج بيفصل ويبدأ يتكون عندك يتعمل ريندر للفيديو الخاص بيك. طيب انا دلوقتي عايز اسجل، زي ما قلت حضرتك هتيجي في البداية خالص هتروح تعمل حساب على جوجل، تفتح تطبيق زوم بتنزله، بتكتب على المتصفح بتاعك زوم فور ديسكتوب، هينزل عندك وخفيف جدا. بعد كده هتعمل ساين ان تو يور جوجل، هيبقى عندك الحساب بتاعك نيو ميتنج تفتحها، وبعدين هتبتدي تتعامل مع الحاجات الخاصة بزوم. طبعا ده بيبقى شكل الزوم طبعا لو انت بتحضر من الموبايل نفسه، لكن ده شكل الزوم من داخل الكمبيوتر. طيب انا بقى هتعامل مع ايه بالظبط؟ اقول لك اول حاجه لازم تعرفها انك اول ما بتفتح الزوم، اول ما بتبتدي تعمل ميتنج بيظهر لك الشاشه دي، يقول لك جوين ويز كمبيوتر اوديو، بيقول لك عرفني على الكمبيوتر بتاعك، عرفني على الصوت، اديني اكسس علشان اقدر ان انا استعمل الصوت واقدر استعمل المايك بتاعك. طيب انا هديله جوين ويز كمبيوتر اوديو، تمام، دي هتختفي وبعد كده هيتفعل عندي اللي هو الكاميرا وهيتفعل عندي اللي هو العلامه اللي طبعا لو انت موجود في الموبايل بتاعك، لو الميتنج بتاعك لسه مش فتح فهتلاقي ان ده بيقول لك ان الهوست لسه مش سمح لك ان انت تدخل، دي حاجه مالكش دعوه بيها اساسا وانت بتسجل، هو بس اللي هيظهر لك دي. لكن احنا عايزين ايه طبعا في الموبايل نفسه اللي هي كول اوفر انترنت، يعني مكالمه عبر الانترنت علشان تبقى تسمع الحاجه اللي بتتقال. طيب احنا هنبتدي نتعرف على ازاي هعرف اسجل، محتاج انك تعرف اكتر من حاجه داخل برنامج الزوم. الشريط اللي موجود تحت ده الشريط اللي فيه كل الادوات اللي احنا عايزين نستعملها، هنكبره ونشوف نتعرف عليه. اول حاجه عايزين نقولها شير سكرين، الشير سكرين ده اللي انا من خلاله هعمل للزوم اكسس علشان يقدر يشوف الكمبيوتر بتاعي شكله ايه. بالشير سكرين ده مع اللي هنا ده اسمه ريكورد، طبعا ده المايك، لازم طبعا تتاكد لو انت بتسجل صوت لازم تتاكد ان المايك مفتوح، تضغط عليه يتفتح. لو عايز تسجل برضه بالكاميرا ممكن تفتح الكاميرا، بس يعني على حسب انت عايز تعمل بالكاميرا او لا. طيب الريكورد ده بيبقى شكله كده، لو ضغطت عليه وبدات التسجيل بيبتدي يتغير شكل الايه
الايقونه. طبعا الايقونه هنا انا كنت موقف الريكورد، فكان عندي هنا اللي هي ريزيوم كمل او ستوب ريكورد، يعني اقفل الريكورد ده. طبعا انا اول ما بضغط عليه على كلمه ريكورد بيطلع لي هنا علامه بتقول لي ريكورد ان يور كمبيوتر او ريكورد ان كلاود. كلاود دي مساحه تخزين خاصه بزوم، دي للحسابات اللي بفلوس. اما ريكورد اون ماي كمبيوتر ده بيعمل لك الكمبيوتر بتاعك. ممكن اول مره بتضغط عليها الزوم ما يعرفش يوصل لاي حته في جهازك، فانت هتلاقي حاجه اسمها اوبن، هتضغط اوبن وتختار له موقع يبتدي ان هو يرندر فيه الفيديوهات بتاعتك. لكن احنا ريكورد هتلاقيه بيتعرف على طول ان شاء الله، يعني ريكورد. وبعدين تتاكد انت مثلا فاتح المايك، هتعمل شير سكرين. عايزين نعرف بقى الشير سكرين نفسه، عايز اشير الشاشه، بضغط على شير سكرين بالشكل ده، هختار كلمه ادفانسد اوبشنز. اول ما اضغط على ادفانسد اوبشنز هيظهر لي المربع ده. المربع ده بيقول لي انت عايز تشارك ايه بالظبط، الملفات اللي عندك على الجهاز اهي. عايز تشارك الوورد بس، يبقى لو تنقلت انت لاي ملف تاني زي ملف الجوجل ده او ملف المايكروسوفت تيمز او الملف التاني اللي هو كلمه مايكروسوفت او دبلومه مايكروسوفت، مش هيشير ليك غير ملف الوورد بس اللي انت محدده. طب انا لو عايز اشير الشاشه كامله، اي حاجه بعملها اي ملف افتحه، فبختار السكرين، بضغط عليها تتعلم كده باللون الازرق ده، بعد كده بختار كلمه شير. ساعتها بيبدا يتعمل شير سكرين للحاجه بتاعتي. بعدها منظر يعني الشريط اللي كان موجود تحت ده بيختفي، وبعدين يبدا يظهر لو انت حركت الماوس لفوق يبتدي يظهر معاك الشريط. ساعتها انت بتبقى شايف المايك بتاعك، الكاميرا، البارتيسيبنت بتوعك وكده وهكذا. ده بتكمل فيه. طبعا لو عايز توقف الشير سكرين تضغط ستوب شير. اول ما تضغط ستوب شير بيرجعك للنافذه بتاعه الزوم العاديه. في حاجه بس عايزين ننوه عليها اللي هي انوتيت. انوتيت ده اللي لو انت مثلا عايز ترسم حاجه، عايز تكتب حاجه، عايز تعمل اي تعليق كتابي وانت بتشرح او انت بتعمل، ممكن تستعملها زي القلم. وطبعا في اريز بتمسح، وفي كلير، كلير اور ماي درونز لو انت رسمت اي حاجه. اول ما تضغط على طبعا اول ما هتضغط على الستوب شير هيوقف الشير. بعدين هتضغط على اند، هيقول لك اند ذا ميتنج او ليف فور اول. لو عملت ليف فور اول هيبدا الفيديو بتاعك يحصل له ريندرنج. دي من مميزات الزوم، ان هو بعد انت ما بتخلص خالص هو بيبتدي مع نفسه يعمل ريندرنج للفيديو. طبعا لازم يكون عندك انترنت علشان يقدر يكمل عمليه الريندر دي للاخر. الموضوع ما بياخدش من حوالي من 10 ل 20 دقيقة بالكتير على حسب قوة الانترنت بتاعك. طبعا بعد ما بتخلص بروح قايل لك براوز، انت عايز تحط الملفات بتاعتك دي فين؟ انا بضغط اوكي. هو بيكون حاطط ملف جوه دوكيومنتس بيكون فيه الحاجة. لو انا عايز الطريقة التانية بقى في الشغل في التسجيل اللي هي كاماتازيا استوديو. طبعا برنامج كاماتازيا هنعرف ايه مميزات كاماتازيا وايه عيوبه. على فكرة الفيديو ده دلوقتي انا بسجله عن طريق كاماتازيا. وهوضح ايه الفرق، ايه ميزه كاماتازيا وايه ميزه زوم، ايه العيوب كاماتازيا ايه عيوب زوم. لو انا عايز اوصل لبرنامج كاماتازيا، طبعا انا باجي في ستارت هنا، في بيبقى في علامه بحث بضغط عليها، اكتب كلمه كاماتازيا، هختار كاماتازيا ستوديو، اضغط عليه يعمل لي اوبن، تظهر معايا الشاشه بالشكل ده. يقول لك ريكورد سكرين، لو انت عايز تعمل ريكورد للشاشه بتاعتك دي بضغط عليها وبيبتدي يظهر معايا الشكل ده. الشكل ده طبعا بيحدد لي هنا مربع كده الشاشه. طبعا انا لو عملت فور سكرين هيروح جايب كده شاشه كامله ويسجل لي شاشه كامله. يهمني جدا ان انت تتعامل مع الاوبشن ده اللي هو اوديو اون. اوديو اون لو انت ضغطت عليه هيظهر لك المربعات دي. في اول حاجه اسمها مايكروفون هاي ديفينيشن اوديو ديفايس. مايكروفون لو انت مختار مايكروفون يبقى انت بتقول له سجل كمان بالمايكروفون، يبقى في نفس التوقيت اللي بيحصل تسجيل اللي بيحصل على الشاشه لو انت مشغل فيديو، مشغل فيلم، مشغل اي حاجه، في نفس الوقت صوتك اللي من بره زي ما انا دلوقتي انا مختار المايكروفون ليه؟ علشان صوتي اللي انا بألقي بيه دلوقتي يتسجل. طب انا لو عايز انا دلوقتي مثلا حاضر محاضره او حاضر مؤتمر وعايز اسجل بس مش عايز الريكورد يبقى فيه الكلام اللي انا بقوله، او عايز اخد من الجهاز الصوت اللي جاي منه بنفس جوده النقاء، بروح قافل دونت ريكورد ماي مايكروفون ريكورد سيستم اوديو. يعني ايه ريكورد سيستم اوديو؟ خد الصوت من داخل الكمبيوتر، من موقع الارسال بتاع الكمبيوتر.
يعني في فيديو شغال، خد الصوت بتاعه من مكانه، من المكان اللي هو جه، خده من الكمبيوتر نفسه، خد الصوت منه. طبعا انت ممكن تقفل السيستم وتعتمد على الميكروفون، بس ساعتها بيبقى نسبة التشويش عالية جدا. فانت الافضل لو انت اللي بتسجل، السيستم يشتغل والميكروفون يشتغل. لو انت عايز تسجل من السيستم بس مش هتتفاعل بالصوت خالص، خلاص اقفل الـ don't record on my computer. دي الجزئية الخاصة بيها. بعد كده بتضغط على العلامة الحمراء دي اللي هي علامة ستارت. طبعا فيديو صغير كده بس للحكاية دي. طبعا هو هنا اللي بيوضح لك ان هو بعد ما ضغط على العلامه الحمراء دي حصل مع العد تنازلي، بعد كده بدأ يسجل. طب انا ايه اللي ياكد لي ان انا بسجل؟ العلامه البيضاء اللي موجوده تحت دي لو انا ضغطت عليها يظهر لي توقيت التسجيل، بيقول لي فات دقيقتين، فات اي حاجه، دي تقدر تحطها في اي جنب. طبعا ريزيوم لو انت ضغطت عليها على هنا مش على ستوب هيوقف الفيديو، ديليت هيمسح الفيديو ده. ستوب نفسها لو قفلت بيفتح لك صفحه، لو انت ضغطت على ستوب طبعا ده الكلام اللي هو الريزيوم بيبقى شغال. ده في الاول بيقول لك بوز، يعني وقف الفيديو، يبقى العداد ده شغال. فانا لو ضغطت بوز هوقف وهعمل وهكمل تاني، بس باجي ساعتها واعمل ايه، ريزيوم، يبتدي العداد ده يكمل، انزله تحت وابتدي اكمل الفيديوهات. لو انا ايه حصل انقطاع مثلا او في فتره بريك بوقف فيها الايه تسجيل، عشان التسجيل يطلع كله ايه واحد. دي الصفحه اللي هتظهر بعد لو انت ضغطت على كلمه ستوب، ستوب فيديو. لو جينا هنا ضغطنا على ستوب يظهر لك الشاشه دي. الشاشه دي بيقول لك ايه، سيف اند اديت وبروديوس وديليت. السيف اند اديت ده لو انت عايز تعمل عمليات مونتاج على الفيديو بتاعك. طبعا احنا ممكن ما نتطرقش بشكل كبير جدا في الفيديو ده لموضوع المونتاج، بس ان شاء الله يعني هحاول انزل فيديو للمونتاج بشكل عام، يكون فيه الحاجات البسيطه اللي في المونتاج اللي هي مش حاجات اوفر، هي حاجات لو انت عايز تعدل بس حاجه بحيث انها تبقى عندك تعرف تستفيد منها بعد كده. طبعا انت لو ضغطت على بروديوس على طول هيظهر لك بيقول لك طبعا انت عايز تحفظ الاول الملف اللي هو الكابتشر ده التسجيل، هتضغط في اي مكان انت عايزه وتضغط سيف. بعد كده هتلاقي نفسك اتحولت للصفحه دي، هيقول لك تختار حاجه اسمها كاستم برودكشن سيتنج. انا هقول لك دلوقتي على اعدادات هي الافضل، في ان هي مش هتغلب الجهاز، هتخليه يتفاعل معاك بسرعه، وفي نفس الوقت مش هتاخد منك مجهود او وقت في عمليه البرودكشن بتاعت الايه. هتختار كاستم، هنا في حاجات كتير هتختار اخر واحده فين، ولا كاستم هتضغط نيكست. طبعا انت هتكمل نيكست نيكست نيكست، بس اول مره خالص وانت بتستعمل البرنامج اول ما تظهر لك الشاشه اللي هي اكيد اول تاب فيها هيبقى كنترولر، انا عايزك تجيب فيديو سيتنج، اختار كواليتي، خلي دي خمسه، خلي دي خمسه، وخلي لي الكواليتي 60%، يبقى خمسه خمسه ودي 60%. بعد كده نكست، هتختار اسم الفيديو اللي انت عايز تعمله او تسيبه وبعد كده تغيره مش مشكله، وطبعا ده اللوكيشن بتاعه، وبعدين هتضغط فينش. بعد ما هتضغط فينش هيبتدي يحصل ريندرنج بروجكت، بيحصل عمليه ريندر للفيديو اللي شغال ده. بعد كده هيظهر لك الشاشه وتضغط فينش. بعد كده هتروح للمكان اللي انت مسجل فيه، هتلاقي عمل لك ملف كامل فيه حاجات السكريبتس سيكنس كابتشر 4 كابتشر 4 مش عارف ايه، انت اللي يهمك بالظبط. انت ممكن على فكره تحذف كل الحاجات دي، اهم حاجه انك تسيب الملف ده خلاص، ده الفيديو اللي انت ده عمليه البرودكشن نفسها طلعت لك الفيديو ده. لو ضغطت عليه وفتحته هتلاقي عليه التسجيل اللي انت اشتغلت فيه. ده الجزئيه اللي احنا اتكلمنا اللي انا قلت فيها، يعني ده المخطط ليها ان انا اتكلم عليها في موضوع الشرح نفسه بتاع الجزئيه دي. الجزئيه الثانيه لو انا عملت سيف وحفظ لي الكابتشر وانا عايز اعمل مونتاج، يعني انا عايز اعدل على الموضوع. طبعا انت لو عملت اللي هي اللي كانت هنا في الجزئيه دي اللي هي لما بتيجي هنا، لو اخترت كلمه سيف اند اديت بيفتح لك ملف زي ده كده، بس بيظهر لك هنا في التايم لاين اللي انت عملته، الكابتشر اللي هو التسجيل اللي هو عمله. فاحنا لو عندنا اي ماتيريال من اي مكان، يعني مش شرط، عندنا مثلا زي كابتشر 4
كابتشر 4، ده الكابتشر 4 اللي كان حصل عليه تسجيل وكده. فكان نفس السيستم كده، نفس الحاجه. ففي هنا تايم لاين، طبعا العلامه اللي انا باخدها دي ملاحظ ان هي بتتفك بس يعني، فانت بتتعامل معاها بحظه ان انت تضغط عليها ضغط. طب فرضا فكت منك يعني، فرضا لقيت العلامه دي فكت، جيت كده لقيتها فكت منك كده، رجعها واحده واحده كده جنب بعضها واضغط عليها هتضم وتكمل عادي، بس هي بتتحرك لوحدها يعني. فرضا ان وليكن مثلا ده طبعا التايم لاين بتاع الفيديو نفسه اللي انت شغال عليه، فتح معاك بيجي. فرضا ان كان الفيديو شغال، على فكره العلامات اللي تحت دي بتبقى علامات الصوت، ومن فوق دي علامه الكابتشر. الكابتشر دي تسجيل الشاشه نفسه، هو بيسجله من غير صوت. لو انت مش عامل شير سكرين اللي بيعمل لك تحت السيستم اوديو، يعني ده سيستم اوديو، لو انت عامل مع الكابتشر دي ان في خد صوت السيستم، هتلاقي عامل لك صوت السيستم كمان لوحده على الكابتشر. فانا عايز مثلا وليكن ان كان في هنا كده كلام، بس انا افضل ان انا اجيب بالمره برضو نتعرف ازاي احط فيديو. وليكن مثلا فيديو بالشكل ده، طبعا انا بسحبه وبعدين بضغط هنا، وممكن كمان اعمل امبورت من هنا، اجيب من اي مكان اللي انا عايزه واحطه هنا، بس لازم تبقى الفيديوهات دي متاح ان هي تتعمل عليها مونتاج او حاجه زي كده. طبعا ده لو انا عايز اضيف اي حاجه باخدها وبرميها في التايم لاين، بيقول لي هنا ده شايفين شكل الصوت، عايز احطه في اي مكان، اجيبه فين بالظبط الشكل اللي انا شغال عليه ده. فانا مثلا اروح قايل ان الشكل ده مثلا هنا كده، او احركه، انا عايز احطه من الدقيقه كام للدقيقه كام، اتحرك للدقيقه وبعدين اسحبه، ده بالضغط، وده اني سحب الحاجه اللي زي كده. فرضا ان كان التايم لاين نفسه كان زي كده، تمام ماشي كمان تمام كده وليكن يعني، ومن اول هنا كده خلاص بدأ بريك، وبعديه جه تايم لاين جديد اللي هو يعني الجزء ده كده مفرغ ما فيهوش حاجه، بس طبعا هو في الاساس ما كانش مفرغ، هو كان عامل كده، كان في حاجه ضم على بعضها هنا كده، طبعا دول مش متقطعين كده، لا كانوا تايم لاين واحد، بس انا عارف ان حصل بريك هنا، وانا نسيت اقفل الريكورد فسيبته. باجي واروح محدد طبعا هيكون ساعتها دول ملف واحد، تضغط عليه في علامه هنا اسمها علامه سبليت، اقطع، هيروح قاطع الجزئيه دي اول مكان، وبعدين تيجي في الاخر تروح قايله سبليت، تروح قاطع المكان، بعد كده بتروح شايل ده من التايم لاين، شايل الجزئيه اللي ملهاش لازمه عندك من التايم لاين، وترجع الفيديو كده تاني. طيب طبعا انت لو عندك في التايم لاين في كابتشر، في علامه، خد بالك ان الكابتشر نفسها عايزه تتقطع هي كمان، انت كده قطعت الصوت، بس انا الكابتشر نفسها عايزه تتقطع، تبقى تسيب خط القطع زي ما هو، تيجي من هنا وتحدد، او تيجي مع الاثنين، تروح محدد الكابتشر ومحدد الصوت اللي انت هتقطعه، وبعدين بتشيل الاثنين وتحرك الكابتشر، تختار الاثنين دول كده، وبعدين تسحبهم تجيبهم ايه، يوم يحصل ان الفيديو نفسه يجيب الصوت ورا بعضه، ما يحصلش القطع اللي موجود. بعد ما بتخلص عمليات المونتاج اللي انت عملتها، طبعا هي بسيطه جدا، هي الموضوع ان انت تقطع حاجه وكده، ده على حسب الفيديو اللي عندك. بعد كده برودكشن دي القايمه اللي انا قلت لك عليها، هتختار كاستم برودكشن، طبعا ام بي 4 الفيديو سيتنج هتلاقي هي متظبطه، كواليتي 60 5 5 نكست. طبعا العلامة المائية، لو انت عايز تضيف علامة مائية في الفيديو، بتختار العلامة دي وبتحدد مكانها من هنا، وبعدين بتصغر بقى العلامة المائية زي علامة بمقربية كده بالسكيل، عايزها كبيرة كده بتصغرها، وده بتتحرك فين بالظبط، يعني عايزها تبقى فين على الخط الهوريزونتال، ودي على الخط الفيرتيكال على حسب المكان. فانا دايما بتبقى في الغالب اقصى يمين، اقصى اليمين في الاسفل، فبتبقى بالشكل ده، وبعدين بتضغط اوكي، وبعدين بتكمل عملية الريندر، تحفظ على سطح المكتب، وبعدين تفينش، يبدأ يجمع الملف، طبعا هو هيعمل ده ويخلص الملف يعني، وبعدين يضغط على فينش تمام، وهتبقى خلصت الايه الجزئية دي. اتمنى يعني ما اكونش طولت على حضرتك. الجزئية اللي عايزين نتكلم فيها الفرق بقى ما بين التسجيل في الزوم
والتسجيل بالكماتازيا. الكماتازيا لو انت هتستعمل كماتازيا يسجل الاوديو بتاع الكمبيوتر، الحقيقة هيبقى التسجيل نفسه واحد، مفيش فرق ما بين الزوم وبين كاماتازيا، الاثنين واحد. لكن لو انت جيت بتستعمل الصوت نفسه، صوتك نفسه، الميكروفون قريب جدا من اللام وبيحس جدا بالصوت بتاع اللام. حتى انت هتلاحظ دغوشة من اول الفيديو، حاسس بدغوشة غريبة جدا. يعني ايه الدغوشه دي بنعمل فيه؟ المفروض ان كل مايك ليه حساسيه، فلان الجهاز نفسه مثلا ليه صوت، لو انت جهازك حديث بقى وما فيهوش صوت يبقى الحمد لله، يعني هتلاقي الكماتازيا بتاعك تمام وما فيهوش اي مشكله. لكن الكماتازيا بقى سامع الصوت اللي شغال، الموتور اللي شغال جنبه ده، فالمايك نفسه واخد الصوت ده جنب صوتك، ففي اهتزاز كبير جدا جنبه، فده بيبوظ المشكله بتاعتك. ده عيب نتيجه مايك. يعني انا لو عندي مايك تاني بوصله وابعده عن مصدر الصوت العالي ده، ساعتها مش هيظهر المشكله دي. الميزه الكويسه في الزوم ان هو اول ما بتقفل الفيديو بيعمل ريندر مع نفسه، وبعد كده انت تروح واخد الحاجات من الزوم ومجمعهم في برنامج زي كاميتاز كده، تعمل عليهم مونتاج وبروديوس تعمل ريندر. انا بعمل كده. اي حاجه لو انا عايز اسجلها بسجل عن طريق الزوم، بفتح الزوم واسجل فيديوهات حتى هي بتبقى جاهزه كده ومتقطعه مع نفسها، بعد كده باخد الحاجات دي اعمل لها مونتاج على كاماتازيا. طبعا نركز في حاجه، ان كل ما كان الفيديو بتاعك كبير كل ما كاماتازيا ممكن يقفل منك، فكل ما تعمل تعديل على المونتاج بتاعك كنترول اس كنترول سيف. ليه كنترول سيف؟ لان الكاماتازيا لو طار منك المشروع مش هتجيبه تاني، مش هيجيب لك اي حاجه انت عملتها خالص، الفايل ده هيتمحي مش هيبقى موجود. فلازم حضرتك كل تعديل كنترول اس كنترول اس. انا دايما بمشي بالموضوع ده دايما. طبعا في هنا في الاوديو يعني اي حاجه بتقل شويه من يعني لو عندي الصوت ده عايز ارفع الليفل بتاعه، في حاجه اسمها انيبل فوليوم ليفلنج، ده بيروح مثبت لي الفوليوم بتاع الحاجه ان هي يبقى الريتم الصوت قريب من بعض مش يطلع ينزل. بعد كده في فوليوم اب بعلي الصوت، حتى انت لو سمعت سوري مجهد شويه حاجه يعني بالشكل ده، طبعا انا لو نزلت الصوت هيقل شويه. سايلنس لو انا عايز اوقف الصوت خالص في الجزئيه دي، في حاجه نيبل نويز ريموف بيشيل بعض النويز بس مش كتير، بس يعني بيشيل كويس ويكمل بنفس السيستم نفس النظام، وبعدها بروديوس وكده يبقى الفيديو ده تم. واتمنى يعني ان الموضوع يكون بسيط ومش فيه اي مشكله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.